يعمرهم في دايما الله يعطيك تصر في الجنة. دخلت عليك بالله هادي انت مغزي وخديمة بلاي باش ديروا داكشي الزوينة ما تنقص حتى شي حاجة فيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش اخباركم احبابنا؟ كلشي بخير، اللي خطاكم علينا. تشكركم بزاف على الكومنتيرات ديالكم، وخليوها على الله. داكشي دار فيه حمزة ضروري غادي نديرو ليه ما كثر، انتم فين قلتها لكم. ايوا يا سيادنا، العرادة الاولى كانت عند ماما، العرادة الثانية عند اشرف، العرادة الثالثة عند بدر. كل سبت في رمضان تنتعرضوا على واحد، انا خلوني انا الاخرى، هي السبت ان شاء الله الاخر ديال رمضان. الى بقينا بهذه الحياة غادي نديرو ان شاء الله في ليلة القدر يا ربي يا ولي كريم، ونتجمعوا تكون حفله كبيره. ولهذا اليوم عرضت على الدار وعلى حماتي، هي على دارنا وحماتي، داكشي هي خفيف هي بعضياتنا. ما نكذبش عليكم، خوتي تيبغيو الحوت، لا ماما ولا كلشي كلشي كيبغي الحوت، ولهذا غادي نديروا الطويبله على قد الحال، داكشي مزيون. وتنشكر بزاف 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 فاتحه بواسون تبارك الله عليها، طلبت الحوت جابته لي عندي حتى للدار، داكشي منقي وجديد وغزال صراحه. نبغي اي واحد الى تشاهد الحوت اللي غادي نوريكم ما عليه يعيط لها في هذه النمره هذه، ويقول لها الحوت اللي بغى وتجيبه عنده حتى للدار، سواء المغرب سواء خارج المغرب، اي واحد تتوصلوا عنده حتى امامه. داكشي عنده فن ونقي وهكا طري، داكشي غزال على حسابي. وقولوا لها من طرف ساره اثمنه خياليه، اقسم بالله اثمنه خياليه. ما علينا اخوتي، غنخليكم نيميرو التليفون ديالها هنايا، وما عليكم تعيطوا ليها وخليكم معنا. ليتس جو. شو ويلي اللي كانت تخشي فما اللي كانت خليك لي. يلا اخوتي بزويت ليكم، يلا خليكم معنا. ما شاء الله عليها منظم داكشي، وعندها حوت جديد ونقي. ماشي انا اول مره ناخذ من عندها، خداو من عندها ماما وبابا، خداو من عندها شحال من الناس وتيشكروها بزاف. ودابا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الاكله غزاله، وخليكم معنا. شكرا بزاف 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 فاتحه بواسون، داكشي عندها رائع وتيحمر الوجه. يلا خوتي نخلي لكم نيميرو التليفون ديالها، ما عليكم تعيطوا في داخل المغرب ولا خارج المغرب، كلكم يوصلكم اي حاجه. هاي 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 يا بيزا اخوتي، اول مره اجي تشوف دا. اش فيك؟ انا ما نسيتش فيك، كلش ما جيتش عندك. ناري الله تصدمني بالله. الله 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 الله، ان شاء الله ندخلوا عليك رزق وتيسير يا ربي يا ربي. واش ما تمنيتي؟ اهلا اهلا، ان شاء الله تكون بالخير وتيسير برزق، وباش ما كتمنى. الله يحفظك، تبارك الله على دويتك. عندك والله الا اول مره غادي نشوف فيك، ما حياتي الملكه كان الحمد لله الحمد لله خالتي، شكبارك انت صحيحه باش ما كتمنيها بصحه وسلامه. الله يخلي لكم الوالده يا ربي. الوالده بخير ما جاتش؟ سفيان طوال. الله ياك خالتي، زوينه تبارك الله، عجبتني والله عجبتني تبارك الله الدويه. قوي ان شاء الله تكمل، بغيناك تختم ان شاء الله. يا ربي اختك كتبوجني شدي لك. ايوا ايوا شكون اللي بوق فايزه؟ علاش ما قلتي لي يا بنتي؟ انا عرفتي شنو بغيت نبوسه وانا ندير لها
انا من هاوي نديرو الباز نطيحها ونديرو الباز ويلي نطيحها ونديرو الباز نطيحها ونديرو الباز ايوا ها هي غارت ها هي غارت عليكم ديال الموت ديال الموت ديال الموت بوز ولا تجي عندك المصاعيش ضغط عليها عمرهم دخلت عليك بالله حمزه اه صافك والله يجيب لك 600 مليون اللي باغي فدا هي لاله جميله مرحبا بكم الوالده مرحبا بك شيماء ايمان فايزه كاع ما كتسنى كتصيفط شوف لا خويا شنو راه سفيان هضر مع فايزه تقول لها تسنى زعما المهم جميله عمي انا تتسنى لاله جميله حتى تجي فيها قله قال لك هاكا كعطيها سالات بسالات ايوا ايوا صافي اجي اجيك سي حنايا لا لا السلام عليكم عليكم السلام بخير اخبار الحباب ديالي لاباس فيهم على صحتكم لاباس عليكم الله ملك الحمد لله تفضل اميمه تفضل تفضل اميمه ويخلينا ويخليكم على خير صحه فطورك اميمه صحه فطورك تفضل تفضل السلام عليكم السلام جميله اه لاله ساره اللهم بارك اللهم بارك اويلي هذيك ما كتقول لي واش هادي خالتي ولا كذبت الشباب ديالي الناس الزوينين كيف كتشوفوا غادي يدير واحد المقلب خفيف خفيف في حمزه ولكن شكون اللي غادي تكون صراحه الضحيه اللي غادي يديروا بها المقلب هي مسكينه ماما حمزه وتا حمزه ونشوفوا ردة الفعل ديالو دونك ماما حمزه خالتي عايشه لا خالتي عايشه غنتفقوا معاها لا 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 ما كاينش شي تلقيني بالثلاث لا لا ما كاينش شي شوف لا 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 غادي نتفقوا معاها شنو كاين وحمزه اللي ما غنقولوش ليه شنو هي الفكره وانا فاش غادي يكون محطوطه القبله سكتي وراه غنخمجك فاش كون محطوطه القبله اخوتي انا هذا المقلب انا درته الله يجعلها تسمح لي الله يجعل يسمح لي خمسه غتكون محطوطه الطبله حتى حد ما غياكل غنتفقوا مع خالتي هي اللي ولا تاكل ما تاكل الدور فيها صاير وشوفوا باش تعرفوا اللي كاين هذا التليفون يكون فيكسي يبقى فيكس غنديرو واحد اخر هي تقول حمزه تفتفي هذاك الشيء حمزه خالتي بلاتي حتى ناكلوا حنايا عاد بلاتي نصور الدور فيها ولكن التليفون الحقيقي اللي غيكون كيصور هو هذا اللي ديال سفيان ديال فائزه خوتي لا باش تصيفطوا بالادروب بس تصيفطي له في الادروب يلا خوتي خليكم معنا خوتي تبارك الله عليكم ليتس جو يلا مستعدة فائزة مستعدة ما فيكسي شوفوا خالتي عايشة تفقنا معاها ان شاء الله خالتي صافي وخمس كينه والله ما بغاش سمحي لي حمزه
يلا حمزه فين يلا حمزه حمزه الحلمي ضاري والله زيد زيد راك عارف جاي على ولدك ما جعتش حدا جي زيد والله حمزه انا يمشي نقصوا مجموعي خالتي الله يعطيك صحتك اخي ان شاء الله ما قاعده والله خالتي ما صارت نقول لك ما عادش صدمتيني انا عمرك ما دير حمزه يلا خالتي والله منيتي حجمي خالتي واه قلتي ماشي دابا واه قلتي قلتي ماما جاي عند ولدك ما جعتش حد قلتي يلا نوض قلت لي اه يلا دبس صافي خالتي انا اي تندوي معاك ما انت صاحبتي انا اي قلت زعما خالتي حرمي يلا وين صاحبي بنادم خصو يكون تيوزن شويه الهضره فهي زعما لقيتيها دابا هي الله يعمر بها الدار ما قلنا ليها والو دابا والله العظيم النبي الكريم عمرك ما تلقى شي وحده بحالها عمري انا ما شفتش انا باش ولا لا لا انت لا انت ولا حتى حمزه والله العظيم دابا انت وين مفقوعه على خويا صار قد الكلمه مفقوعه على صار لا انا غتاكلي معانا بمعززه مكرمه وانت ما ديريش ليها بحال هكا بغاتك لا والله انت بغات الضوق الضوق واحد القيمه انا الضياف هضره ماشي من بعد تاكل لك ولا نهضر انا وياك صافي جلس حمزه جلس يا ويلي حمزه صحبني دخلنا عليك بالله حتى انت جلس اوكي يا صاحبي انا دخلت انا دخلت عليك بالله جلس يا ويلي الدم ديالو مزيان و تيعرف كيتصغر ملي غنكون انا والسيده غادي نتفاهم معها بطريقه وصافي خليها تمشي بغات تمشي يلاه نوض جلس جلس هكذا جلس ما جايش عندك احترمي خوك وخا والديك راه معنا احترمي شويه احترمي شويه انا والله الا حرجت والله ماشي ديال زعما عزيز عليك الوالده كتحماق عليا كتقول لي امك عزيزه عليا امك درويشه وتبغيها تعرضي عليها في التليفون هذا شي بغا فهمتي عرفتي ايما امتى نقدر نعطيها كون كانت توحل نقولوا توحلت عليها عزيزه عليا فهمت انا كبير وانا ساكت لك اصاحبي وانا فاش شحال تنتعصب حيت هادشي ما كيداش هادشي انت حنا غنمشيو فحالك على الناكله على الناكله انا صحيتكم والله واش عندك شي اللي قاص معاه قبل ما نجيو لا الحمد لله علاش تعاملك الله يلعب هاد الماكله هادي اللي غادي تديها شوف ساره ما تعيطش الماكله نعم الله جلس احنا دابا رمضان هي مباركه ونهار ديال التسامح والاخاء والتغافل وانت خطأتي بوسي على راسها بوسي على راسها يلا بوسي على راسها زعما عزيز عليك حمزه بوسي على راسها شنو درتي معليش اتقي الله اتقي الله نوضي زيدي بوسي ماما وجهي طريح بوسي على راسها 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 بوسي على جميل ماشي دار جميل يلا نمشيو يلا نمشيو فحالنا نوض يلا لا ما تقلقوش لا 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 انا انت عندي عزيزه وفوق راسي الا تقلقتي انت حتى حنا فعلا حتى حنا نتقلقوا يلا يلا شوف هي هي اللي خصها تقلق وهي خصها تسامح معاك وهي اللي خاطيه وبنيتيكم جاي عندي ضحك بنيتي انت درتي مع انت بتكاكا انا ما نرضاش ولادي يمشيو عند ساباتهم يديروا لهم عيالاتهم بحال هكا لا لا الا نضقت الا نضقوا بلا بلا والله ما يدخل ليا بالله يا ما انا غنجلس معاكم وعجبتهم غنجلس معاكم
والله ما يدق لي بلادي. أنا والله هذا مقلب. أسف ممثلة بارعة وتبارك الله عليك. أنا كنموت على حباتي وهي عارفة هادشي وهي الحمد لله تاهي كتفوت عليا بغينا زعما نديرو شي حاجة بحال زوج ساعوين. لا ماشي والو مسكين عندك حمزة كيحتارم. مابغيتش نأثر ضربنا مابغيتش أنا الكلمة بغيتها. تبارك الله تيحتارم وبقى عيا صابر وداك الشيء تبارك الله. لا والله العظيم أنا بغيت نقول واحد الكلمة على حمزة إلى بكل صراحة عجبتني ردة الفعل ديالو مبغاش ما عجبتني ردة الفعل ديالو. إنسان عقلاني يعني كيضرب حساب الناس اللي جالسين. عجب قام هادر وردة الفعل ديالو كان شوارع. كيجاكم هاد النهار؟ داز زوين داز زوين بزاف والله يخليك. ان شاء الله دارك عجبتني بزاف بزاف قسما بالله حتى الذوق ديالك وان شاء الله في حمزة تا كنتمنى لكم السعادة والخير والمزيد. حمزة يا ربي امين.